من بغداد من ساحة التحرير مع الرجال ومع هذه الصورة الرائعة التي ننقلها إلى العالم كله في رسالة يحملها هؤلاء الثوار، هؤلاء الأحرار، هم عيون العراق في هذه اللحظات التاريخية والمفصل التاريخي في حياة هذا البلد الذي كان وما زال منارا للإنسانية. هذه الصورة التي تشاهدونها مشاهدينا الكرام عبر قناة التغيير، ونحن نطل عليكم نلتحف بالعلم العراقي في رسالة إلى أولي الألباب أو للذين ما زالوا في غيهم يعمهون. نحن أحياء ونلتحف في هذا العلم لأنه السلاح ولأنه الدرع ولأنه الشرف ولأنه الكرامة، ونفتخر حينما نموت على يد البغاة وعلى يد الطغاة بأن نذهب إلى ربنا بهذا العلم. هذه هي الرسالة التي يحملها هؤلاء الثوار على مدى أكثر من 40 يوما، وهم يسابقون الليل بالنهار لكي يكتبوا تاريخا مهما ويغسلوا عار هذا البلد الذي سببه سياسيون مارقون كان كل همهم هو المال. وأي مال؟ مال حرام، مال أيتام، مال فقراء. توهموا في لحظات إن هذا الشعب كان ضعيفا أو إنهم استعبدوه، ولكن كان هنالك نخبة من الشباب ومن الشيوخ ومن الرجال ومن النساء كتبوا لحظات لا يمكن للتاريخ أن ينساها ولا يمكن للجبناء أن يكونوا جزءا منها. وكيف لا وهم الأحرار وهم الأسود في هذا العالم الذي قلتها وأكررها الذي لم يشاهده أحدا قد فقد كثيرا من البصر. عندما تكون في ساحة التحرير، عندما تكون مع هؤلاء الأبطال، عندما تكون مع هذا الشباب، ومثل ما يقولون أهلنا تفتر جولة بساحة التحرير، يأخذك المزاج إلى عالم آخر. كيف يحصل هذا التنظيم؟ كيف هذه الروحية المتحدة؟ كيف يحصل هذه السياقات وبهذه الظروف؟ عالم متكامل، هنا إذاعة، هنا صحيفة، هنا طبابة، هنا انترنت، هنا تنظيم، هنا مودة، هنا حب، هنا إخاء، هنا وطنية، هنا شرف، هنا رجولة. أوعد وأنا عد، ذولا هم العراقيين اللي سنوات طويلة قلنا لكم افهموا العراقيين على حقيقتهم، ولكنكم اتضح لنا أنكم غرباء على هذا البلد. لم تشربوا من دجلة ولم تشربوا من الفرات ولم تعرفوا ماهية وحقيقة الشعب العراقي. مارستم كل سياسات التجهيل، ومارستم كل أنواع الموت، وأوغلتم في الجريمة، وقتلتم شبابنا، وحاولتم أن تضيعوا هوياتنا، وهي هوية واحدة: نحن عرب ونحن مسلمون، ونحن فوق هذا وذاك عراقيون. نتحدى الموت، بل نصرع الموت. هنا مات الموت، هنا الدماء ما زالت تفوح زكية، هنا أمهات الشهداء، هنا آباء الشهداء، هنا أخوة الشهداء، هنا الرجال الذين سيكتبون تاريخا عراقيا. من الآن سيكون من بغداد، وشرف كبير لنا أن نكون مع أخوتنا وأمهاتنا وأخواتنا. شرفنا أن يتحدث إلينا الأبطال لنتعلم منهم الوفاء ولنتعلم منهم الصبر ولنتعلم منهم الوطنية.